كلها باكج كله غلط يعني. النادي كله من اوله لاخره ما كانش فيه نادي اصلا يعني. اعتبر قعدنا 7-8 مواسم بلا هويه, مفيش حاجه خالص. الاهلي مسيطر على الاعلانات وعلى الفلوس وعلى الصفقات وعلى اللعيبه وكل حاجه وعلى المنتخب, والزمالك في 3-4 بس هم اللي شايلين القصه واحده ورا واحده بيبطلوا. اه بالظبط, كل سنه واحد او اتنين بيمشوا, كل سنه واحد او اتنين بيمشوا, بيحاولوا يصدروا للناس ان دول السبب, والموضوع بيبقى اسوأ كل ما حد بيمشي الموضوع بيبقى اسوأ. حازم قال لي نفس الكلام برضه كابتن حازم. آه قال لي, قال لي طب انا اعتزلت بعد الموسم بتاعي. ايه اللي حصل بالظبط؟ واحد من اسوأ مواسم نادي الزمالك. بعد ما انا مشيت, الموسم اللي بعديه الزمالك وصل المركز 13 لحد ما جه كابتن حازم, لغايه ما جه حسام حسن يعني, فاهم؟ فهي مش واحد او اتنين او ثلاثه هم السبب, لا. مفيش اداره زي ما انا قلت لك, ما كانش في اي موارد للنادي, مفيش فلوس خالص.